اولا انا سعيد جدا النهارده وبدايه يوم جميل. احنا موجودين في مركز تدريب المنتخبات القوميه اللي دايما من خلال حضراتكم بيدار بمنتهى الدقه باسلوب اداره، سواء شكل الصيانه بتاعته، شكل النظافه بتاعته، الجانب الامني ليه. المكان بيستوعب الخدمه المجتمعيه لكل المحيط، المكان المحيط بيه، لكن هو كمان فيه معسكرات طول السنه لكل المنتخبات القوميه. كل منتخب قومي ليه مكان هنا، مش بس في القاهره في مركز تدريب، الحقيقه كمان بره القاهره معسكرات. يمكن النهارده انا موجود مع منتخبات الجودو، زي ما حضرتك شايف رئيس الاتحاد شاب مع مجلس ادارته، وكمان الاجهزه الفنيه متوسط اعمارها معقول جدا، مع الكابتن رشوان اسطوره رياضه الجودو في مصر، مع المنتخبات ان شاء الله اللي اعمارها برضو متوسط اعمارها السنيه صغير جدا اللي بنتنبأ بيه، مع مشروع قومي للموهبه والناشئين، مستويات عاليه في المستقبل ان شاء الله. لكن احنا موجودين النهارده انا ومعالي سفير دوله اليابان ومسؤول مؤسسه الجايكا في جمهوريه مصر العربيه. هي في اتفاقات كتيره جدا مع اليابان بنفتتحها النهارده للالعاب اليابانيه في الجودو بصفه خاصه والكاراتيه. في خبراء من اليابان، اساتذه في جامعات متخصصين في الجودو، زي مثلا النهارده بلعب انا دارس متخصص او دارس للجودو سنتين، لاعب كاراتيه بس مارست ولعبت الجودو سنتين مع دراسه ليها. فهيكون في خبراء جايين من اليابان، كمان دعم بادوات وبدل، دعم فني لتطوير بصفه خاصه لعبه الجودو، وان شاء الله بالمثل يكون لعبه الكاراتيه. ده كمان مؤشر الى حاجتين. الحاجه الاولانيه هي الفرق كلها استعداد تام مباشر، وفي لجنه علميه والوزاره ومتخصصنا مع اللجنه الاولمبيه المصريه للاتحادات الرياضيه بنتابع باستمرار البرنامج 2024 استعداد ليه، وما بينهما معسكرات خارجيه وبطولات عالم. احنا في الشهر الواحد اكتر من 100 بعثه بتخرج، الشهر الواحد اكتر من 100 بعثه بتخرج، فبالتالي لما يبقى متوسط 100 اكتر او اقل في 12، يعني 1200 بعثه بقرارات وزاريه، باعمال اداريه، بتكلفه ماليه، دي كلها حاجات احنا متحملينها كوزاره الشباب والرياضه دعما. وطبعا اعجبت ويسعدني كثيرا برؤيه الشباب المصريين يلعبون جودو. انا اشكر معالي الوزير وحكومه المصريه على المساعده للاعبي جودو. يمثل جودو روح وثقافه اليابانيه، واشكر كل لاعبي جودو المصريين على لعب جودو، وان شاء الله سيكون هناك كثير من المجال للتعاون بين مصر واليابان. نتوقع مجيء كثير من المدربين اليابانيين جودو في اثناء هذه السنه، وهناك كثير من الالتقاء مع مدربي اليابانيين ولاعبي المصريين الواعدين، واتمنى سيكون تقويه المنتخب المصري. احنا لسه ما كملناش سنه دلوقتي في الاتحاد، فاحنا كان تولينا المسؤوليه كان عندنا مشكله ان جميع الابطال اللي كانوا موجودين من حوالي بقالهم فتره كبيره وبيحققوا بطولات كلهم بطلوا مره واحده. فاحنا ما وقفناش عند الموضوع ده، احنا كانت خطتنا في البدايه واتكلمنا مع معالي الوزير ان احنا خطتنا ان احنا بناء اجيال في الجودو للمستقبل، فاحنا اشتغلنا بسرعه والحمد لله النتائج ابتدت تظهر في فريق الناشئين وفريق الشباب، ورحنا جبنا اول افريقيا شباب واول افريقنا ناشئين، وعندنا بنات راحوا جابوا خامس عالم وسابع عالم في الناشئين. السنة دي إن شاء الله المرحلة الثانية من الخطة بتاعتنا، إحنا الخطة بتاعتنا أول سنة إن إحنا نبني المنظومة بالكامل، لجان ومنتخبات وجيل جديد من المدربين وجيل جديد من الحكام. الحمد لله السنة الأولانية بالنسبة كان عندنا أخطاء، طبعًا مفيش حد بيشتغل من غير أخطاء، أي حد بيشتغل لازم يغلط، فإحنا كان عندنا أخطاء. السنة دي إن شاء الله بإذن الله هنتلافى الأخطاء دي. السنه دي ان شاء الله احنا منتظرين باذن الله ان احنا نعمل ميداليه في بطوله عالم شباب وناشئين، ربنا يكرمنا ان شاء الله.